لمواد الرحمن فوائد كبيرة، باعتبار ان هي بتعمل تكافل اجتماعي في المجتمع، بتخلي الفقير يعني يعيش زي الغني بالظبط، وبتخلي فيه مودة وفي تحاب وتراحم ما بين الناس كلها. في ناس كتير جدا غلبانة وناس مساكين، ويعني نتمنى من الله ان يوسع على الناس كلها وتعمل موائد كبيرة كده برضو وعلى مستوى عالي زي ما احنا كنا قاعدين النهاردة وبناكل مع الناس، وما شاء الله يعني حاجات ممتازة جدا يعني، وفي ناس مش لاقيها في بيوتها. ايه ده شهر كريم وبيبقى كويس للفقراء على اساس ان هم بيبقوا ايه ناس محرومه، يعني في ناس كتير ما بتطولش الاكل الا في الشهر ده. موائد الرحمن بدأت منذ فترات طويلة وقرون كبيرة جدا، ولكنها انتشرت بشكل مكثف في مصر في الحدود أواخر التسعينات أو الألفية الثانية نتيجة لتحسن المستوى الاقتصادي للأغنياء. الحقيقة هذه الموائد بتصبح أو بيعتبرها الغني أنه هو نوع من أنواع الصدقة المطلوبة في رمضان، لأن من المتعارف عليه أن إفطار الصائم له الثواب الكبير، ولذلك احنا بنقول ان يعني قدر كبير من الاغنياء اصبحوا بيحاولوا ان يكونوا يقدموا موائد فاخره جدا، لانهم بيعتقدوا كلما زاد الانفاق كلما زاد الثواب.